عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية. الفقرة دي هنتكلم من خلالها عن نوستالجيا النادي الأهلي، بس من زاوية معينة أو من جزئية معينة، وهي تاريخ المدربين الأجانب في النادي الأهلي. ده هيكون مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في هذه الفقرة، الكاتب الأستاذ أحمد ماهر صقر، مؤلف كتاب الخواجة، تاريخ المدربين الأجانب في النادي الأهلي. يا صباح الفل عليك وأهلا بحضرتك. صباح الفل يا أستاذ كريم. صباح الفل يا أستاذ نهان. أهلا بيك، منورنا بجد. ربنا يخليك ويعمركم. بص بقى، هنبدأ طبعا ده الكتاب الخواجة، وطبعا حاطط كل تقريبا صور المدربين بقى، مانويل خوسيه وموسيماني وفايلر كله. فكرة جات لك منين؟ وقبل ما نخش على الفكرة على الكتاب، خلينا نتعرف عليك أكتر برضه. أنا اسمي أحمد ماهر، أنا من محافظة الشرقية، مولود سنة 86، بحب النادي الأهلي جدا طبعا، بشجع يعني للنادي الأهلي من وأنا عندي 5 أو 6 سنين. وفكرة الكتاب، يعني الفكرة بتاعت الكتاب بالنسبة لي جات لي اللي هي يعني حاسس إن أنا عايز أوثق حاجة يعني تاريخ المدربين الأجانب في النادي الأهلي. فكرة على فكرة يعني أنا ما شفتش حد عملها قبل كده. هي الحمد لله، الحمد لله إن كل يعني كلنا كنا بنقرأ وبنسمع المدربين الأجانب، المدربين الأجانب اللي هم المعروفين أو المشهورين، لكن في يعني جزء عدد كبير من المدربين تولوا تدريب النادي الأهلي في ظروف مختلفة، في فترات مختلفة، في يعني في حقب زمنية مختلفة، من خلفيات مختلفة. منهم اللي علم ومنهم اللي لا. منهم اللي علم وحقق بطولات، ومنهم اللي يعني ما وفقش في تحقيق البطولات. نقف كتير عن اللي علموا، واللي علموا مش هينين وكلهم أسماء كبيرة، بس طبعاً. يمكن اللي خلى الموضوع شوية مختلف، يعني عادة الناس اللي بتتصدى لعمل كتاب أو لتأليف كتاب عن النادي الأهلي غالبا ما بيكون خلفيتهم صحافة، أدب، كتابة. حضرتك خلفيتك إيه؟ لا انا من خلفيتي يعني، ولا انت كتبت انطلاقا فقط من محبه للنادي الاهلي؟ بالظبط، انا مشجع في الاساس للنادي الاهلي ومحب للنادي، زي ما قلت لحضرتك يعني محب للنادي الاهلي، بشجع النادي الاهلي يعني من وانا عندي خمس سنين، من زمان قوي يعني. ويعني الحمد لله يعني متابع جيد للنادي ولبطولاته ولتاريخه. فمن هنا الفكره، يعني الفكره دي جات لي من هنا، ان انا اوثق تاريخ المدربين الاجانب في النادي الاهلي من النقطه دي. ده أول كتاب تعمله يا أحمد؟ ده أول كتاب. أيوه ده أول بس كتاب، بس إن شاء الله مش آخر واحد بقى. يا رب إن شاء الله. إن شاء الله ناوي تكمل عن النادي الأهلي تاني ولا؟ طبعا أنا بكتب عشان النادي الأهلي، لأن أنا أنا في الأساس زي ما قلت لحضرتك أنا أهلاوي، وبكتب في الأساس عشان يعني حبا في يعني النادي الأهلي. بس ترجمت عشقك للنادي الأهلي من خلال الكتابة، أنت متخيل؟ مش مجرد فريق بتشجعه، كمان أنت عايز توصل لليفل أعلى، فبتعمل كتاب كمان تتكلم فيه أو بترصد نجاحات النادي الأهلي مع المدربين الأجانب. بالظبط، انا طبعا زي ما قلت انا بحب النادي الاهلي، بحب النادي الاهلي جدا، ويعني ورغبتي فعلا ان انا يعني اوثق الجزئيه دي من تاريخ النادي. في ناس ممكن تبقى حابه توصل اللي عندها، وخصوصا انت اكيد عشان تكتب او تعمل كتاب زي كده معناه ان انت قعدت وبحثت وجبت يعني بالزبط. طبعا تاريخ النادي الاهلي كله، ما فكرتش مثلا ان انت تعمل حلقات على السوشيال ميديا، فيديو بتتكلم فيه عن التاريخ؟ يعني اللي عايز اساله لك، ليه اخترت كتاب؟ ليه الشكل ده تحديدا؟ يمكن عشان يعني انا بالنسبه لي انا يعني بحب القرايه والكتابه، من يعني بحب القرايه من زمان، ففكره المعلومه المكتوبه او اللي موجوده في الكتاب الموثقه اللي موجوده في الكتاب هي يعني كانت يعني افضل يعني وسيله لنقل المعلومه، او افضل وسيله لتوصيل المعلومه بالنسبه لي كانت دايما من خلال الكتاب. انا كنت بقرا كتير جدا يعني في مجال يعني في مجالات كتير، او في يعني في لغات القراءة بشكل عام، يعني القراءة بشكل اللي عام اللي بتقع ايدك عليه بتقرا. بالظبط، قراءة بشكل عام. فزي ما قلت لحضرتك المعلومة الموثقة في كتاب هي كانت يعني يعني افضل وسيلة بالنسبة لي، او اللي انت فضلتها. اللي انا فضلتها. رائع جدا. تعالى بقى نخش في تفاصيل فضل. الكتاب فضل. اولا اسم الخواجة جاي طبعا من مصطلح خواجة اللي احنا كنا بنطلقه، انت كاتب كده على اي اجنبي ما بيننا بنقول عليه خواجة. دي ثقافة عندنا في الفترة، لغة دارجة يعني، خصوصا في فترة من بداية السبعينات والثمانينات كان دايما اللي هو المدرب اللي هو الخواجة. فهو دي الفكرة دي، واول حد او من اوائل الناس اللي اتقال لهم الخواجة كان كابتن واسم مهم جدا في تاريخ النادي الاهلي، هادي كوتي. طبعا يعني لو هنتكلم من اول السبعينات مثلا، فهيدي كوتي حاضر بقوه. يعني هيدي كوتي يعني يعتبر يعني يعني من العلامات يعني الفارقه جدا في تاريخ النادي الاهلي في الفتره، خصوصا لما نبص للفتره اللي هو تولى فيها اداره النادي. كانت الفتره اللي هي ما بعد حرب 67، وبعد توقف طويل لنشاط كره القدم في مصر، يعني حوالي 4 أو 5 مواسم من نشاط متوقف، وقبلها من يعني من سنه يعني اخر مره الاهلي فاز ببطوله الدوري قبلها كان موسم 61 62، قبلها بسنين طويله الاهلي كان فضل فتره بعيد عن البطولات، لاعبين كتير اعتزلوا،
خصوصا بعد زي ما قلت فتره الحرب 67 وتوقف النشاط. لعيبه يعني اسماء كبيره اعتزلت، كابتن طه اسماعيل، كابتن صالح سليم، كابتن رفعت الفنجيلي، اسماء كتير جدا اعتزلت. كانوا مجندين في الفتره دي كمان. كلهم هو في كان في ناس مجندين وفي ناس يعني بفعل عامل السن او تقدم السن ومع توقف النشاط الرياضي اعتزلوا. فوقتها كان الفريق كان يعني معظم اللعيبه كان سنها ابتدى بقى يعني يتم تصعيد من لعيبه من فريق الشباب وفريق الامل وفريق الناشئين. وفي الفتره دي يعني في الفتره دي مع عوده النشاط الرياضي سنه واحد موسم 71 الموسم اللي يعني اللي هو الموسم اللي ما كملش طبعا اللي اتلغى بعد احداث مباراه القمه بتاعت الاهلي والزمالك، وبعد موسم التوقف تاني الموسم عشان حرب اكتوبر موسم اتنين بعد قيام حرب اكتوبر سنه 73. الفتره بقى اللي تزامنت مع وجود كابتن هيديكو، تعاقد هيديكو كان سنه 73. كان وقتها كان هو يعني مستلم فريق يعني بقى له 12 سنه تقريبا بعيد عن منصات التتويج، بعيد عن تحقيق اي الفوز بالبطولات او بطوله الدوري تحديدا يعني لان البطوله المفضله بالنسبه للنادي الاهلي. كان على عاتق هيدوكوتي ان هو يعيد بناء الفريق ده ويعني ويقوده مره ثانيه للتتويج بالبطولات. فالفكره ان هيدوكوتي ما كانش مجرد مدرب يعني مدرب ناجح او مدرب حقق بطولات او مدرب، لان يعني ما فيش مدرب اجنبي تقريبا في الاهلي ما حققش بطوله يعني سواء كان مدرب كبير او حتى مدرب متوسط. جاي في توقيت صعب جدا وحساس جدا. يمكن في بعضهم ما حققش او الظروف اللي جه فيها ما كانتش عدد الافضل يعني منهم سواريش مثلا بس عدد يعني عدد محدود وفترات قليله بزا. لكن في العموم بيبقى هيدوكوتي في الفتره اللي هو جه فيها كانت فتره يعني فتره صعبه جدا وفتره يعني الفريق فيها ما كانش مستقر وكان زي ما قلت بعيد عن منصات التتويج وبعيد عن البطولات تماما. فهو ان يقدر يعني يرجع الفريق لمنصات البطولات تاني ويعمل يعني جيل اللي هو الجيل اللي هو السبعينات الجيل الذهبي ده. والفكره كمان في هيدوكوتي ان الفريق اللي بناه هيدوكوتي يعني ما امتدش يعني ما كانش تاثيره فقط في فتره السبعينات، هو الفريق ده هو اللي كمل مع النادي الاهلي في فتره الثمانينات وبدايه الثمانينات وبدايه دخول النادي الاهلي للبطولات الافريقيه والفوز بالبطولات الافريقيه. يعني نتكلم في جيل يعني كابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مختار مختار وكابتن محمد عامر واسماء كتيره جدا بدأوا كانت بدايتهم وهم يعني هم شباب وهم صغيرين مع هيدوكوتي واستمروا لغايه من بدايه الثمانينات لغايه نهايه الثمانينات الفتره اللي هي الاهلي يعني سيطر فيها سيطره تامه وكامله على البطولات الافريقيه. بجانب على يعني ان هيدوكوتي كان يعني وجود تواجد هيدوكوتي في النادي الاهلي كان هو يعني يعتبر اول جهاز يعني جهاز فني بشكله الاحترافي اللي هو متعرف عليه دلوقتي، مدرب متخصص، مدرب حراس مرمى متخصص، مترجم، فكره اللي هو التدريب اليومي. وقتها يعني قبل مستر هيدوكوتي ما كانش التدريب يعني ما كانش في حاجه اسمها تدريب يومي، كان التدريب بيتم على فترات او قبل المباراه بيوم اصلا او بيومين. لا هو كان اول حد يعمل التدريب اليومي، تدريب كل يوم، نظام اليوم الكامل هو اول واحد حطه. حتى فكره اللي هي التسخين او اللي كانت بتحصل قبل بدايه المباراه ما كانتش موجوده في الملعب المصري قبل هيدوكوتي، ان هو الفريق ينزل يعمل الاحماء قبل بدايه المباراه وكل الحاجات دي يعني الانديه كل الانديه في مصر استنسختها بعد كده وبقت عرف سايد في مصر او في الكره المصريه من بعدها. جدا. طيب الكتاب خلينا نفهم انت يعني عامل سرد ليه ازاي؟ يعني بدايه متكلم او على طول متكلم في الفصل الاول عن يعني مدرب ولا انت الموضوع ازاي؟ يعني الكتاب فكرته ايه؟ هي في بالفترات الزمنيه يعني او من اول مدرب، هو اول مدرب يعني موثق لكن احنا للاسف ما قدرناش نستدل على اسمه في وقتها. كان في بدايه العشرينات كان مدرب انجليزي وقتها كان صعب الاستدلال على اسمه لان وقتها يعني الاهتمام بالرياضه وبكره القدم عامه ما كانش الصحف وقتها بتفرد يعني صفحات او حاجه او كانش في صفحه رياضيه متخصصه بتقول الاخبار. كان الاخبار الرياضيه بتتنقل على فترات يعني نهائي بطوله مثلا، خبر على بطوله، اخبار صغيره. فكان دايما بيشار له باسم المدرب الانجليزي او المدرب المدرب الانجليزي بس. لكن اول مدرب يعني تم توثيقه او معروف كان هو كابتن او مستر فريدز بيمبريل اللي هو المدرب النمساوي. وحتى مستر بيمبريل كانت يعني فكره تدريب او توليه تدريب للنادي الاهلي كانت يعني تمت يعني كان الصدفه كانت لعبت دور يعني دور كبير جدا فيها. لو معانا صورته يا جماعه نزلوها لو سمحت. احنا كده الزملاء هينزلوا كمان مجموعه صور وعايزين نسمع منك تعليق وعلى ما ده يحصل يعني في ضوء بحثك اللي انت بحثته قبل ما تطلع بالكتاب ده. هل لقيت ان المدربين الاجانب هل وجود الخواجه افاد النادي اكتر ولا النادي هو اللي افاد الخواجه اكتر؟
وبعديها بقى نسمع تعليقاتك على كل الصور. هو ده مين الاول؟ ده مستر ليبوسا بروشيتش، ده واحد من اكبر الاسماء. يعني ده كنا بنتكلم عن الاسماء اللي حققت بطولات والاسماء اللي ما حققتش بطولات. يعني مستر بروشيتش ده يعني هو مدرب يوغوسلافي، يعني شكله برنس جدا يعني وفقا للاسم ده يعتبر يعني من اقوى السيفيهات او من اقوى الاسماء التدريبيه اللي طول تدريب النادي الاهلي. ده كان امتى اللي هي كان إيه؟ موسم 63 64. اوكي. كان ده كمدرب يعني تولى تدريب ده الصوره دي هو مستر بروشيتش بطل الدوري الايطالي مع يوفنتوس. كان ماسك يوفنتوس الايطالي. الصوره اللي قبلها ودي مع كابتن صالح سليم وكابتن عبد الوهاب سليم الله يرحمهم، ده وقت تدريبه للنادي الاهلي. الصوره الاولانيه كانت وقت تدريبه لنادي برشلونه، يعني هو كان متولي كمان تدريب برشلونه. فكان احنا كنا بنجيب مدربين تقال بقى، يعني اسم كبير جدا. ايه ده، اسم كبير جدا. طب ازاي كنا بنقدر كده ودلوقتي اندهوفن وبرشلونه ويوفنتوس؟ كان اسم يعني كان اسم كبير جدا يعني وقتها. لكن كون ان هو ما حققش بطوله، ده مستر هورفاتيتش ده كان موجود في فتره الستينات، وده من المدربين اللي هو استمر فتره يعني بسيطه حوالي كام شهر تقريبا وحقق شويه بطولات طبعا، لان فتره الستينات دي يعني لوحدها كانت مش مقياس قوي الحقيقه الفتره دي. لانها كانت يعني كتير. الفكره ان فتره الستينات، انا كنت عايز اتكلم على الفتره بتاعت الستينات دي، ان المدربين الاجانب يعني هو اللي حصل وقتها، يعني عشان نبتدي خلينا نبدا. عايز تبدا من الستينات؟ قصه المدربين بتوع الستينات. اللي حصل ان بعد ما منتخب مصر خسر من اثيوبيا في كاس الامم الافريقيه سنه 62، كانت نتيجه كبيره في النهائي 4-2، ودي كانت يعني مثلت صدمه في وقتها، ان منتخب عريق زي منتخب مصر يعني يخسر من منتخب اثيوبيا اللي هو يعتبر كان لسه يعني حديث العهد شويه بكره القدم، ويخسر بالنتيجه الكبيره دي. فوقتها اتحاد الكوره كان يعني قرر او بدا يفكر في الاستعانه بالمدربين الاجانب او بالخبراء الاجانب، وده اللي حصل فعلا. يعني اتحاد الكوره اوفد مندوبين منه للسفر ليوغوسلافيا وقتها، وتم التعاقد مع حوالي 14 مدرب دفعه واحده. يعني 14 مدرب تم التعاقد معاهم للتدريب في مصر من غير تحديد أندية مختلفة. التعاقد تم متعاقدين مع اتحاد الكورة، ووصلوا لاتحاد الكورة، وبعد ما وصلوا لمصر هنا تم يعني أقول توزيعهم على الأندية. يعني ما كانش وقتها في مساحة لوجود مدرب وطني في أي فريق في الدوري المصري؟ كان في مدربين وطنيين، بس زي ما قلت اللي هي الهزيمة بتاعت أثيوبيا في نهائي كأس أفريقيا دي يعني خلت يعني اتحاد الكورة يفكر إن إحنا محتاجين يعني نوصل لمستوى اعلى شويه، او يعني نتخطى فتره الجمود دي، فشافوا ان المدرب الاجنبي هو اللي هيقدر يفيد. لكن الفكره ان يعني وده يعني الصحف وكل الناس اتكلمت عنه وقتها، انها فكره لا مش اي مدرب، يعني هو مش لمجرد ان هو مدرب اجنبي، او مش لمجرد ان هو يعني اسم اجنبي، ده معنى كده ان هو هيضمن النجاح او ان هو. خليني سالتك سؤال لسه ما سمعتش منك الاجابه عليه، اللي هو هل المدرب الخواجه افاد النادي الاهلي اكتر، ولا النادي الاهلي هو اللي افاد المدرب الخواجه اكتر في ضوء الابحاث اللي انت عملتها قبل الكتاب ده؟ هو في الغالب يعني النادي الاهلي افاد يعني كاكتر، النادي الاهلي طبعا افاد اكتر، لكن في طبعا اسماء يعني افادت النادي الاهلي جدا. يعني زي ما قلنا مستر هيديكوتي مثلا، يعني نقل الاهلي النادي الاهلي من حته يعني كانت يعني اقرب للهوايه شويه في وقتها، نقلوا المستوى الاحتراف الكامل. مستر فايتس مثلا، رغم ان هو قعد موسم واحد فقط، موسم 88 89 مدرب الالماني، لكن النظام اللي حطه وتغيير طريقه اللعب من 4 4 2 ل 3 5 2 اللي استنسختها الفرق المصريه كلها بعدها ومنتخب مصر بعدها، التجربه كانت عمرها سنه لكن تاثيرها فضل ممتد سنين طويله جدا. مستر مانويل جوزيه طبعا، يعني هو جه كان مع فريق مثلا ده حاله لوحده ده. طبعا يعني هو طبعا مستر مانويل جوزيه يعني كان جاي على فريق يعني كان هو بطل محلي كان موجود، بطل محلي كان بعيد بقاله فتره طويله جدا عن التتويج الافريقي او التتويج القاري، رجع تاني بيه لمنصات التتويج وقاده للي هو ان هو يلعب في كاس العالم دي بطوله 2006. مستر مانويل جوزيه من البطوله الخامسه للنادي ابطال دوري ابطال افريقيا 2006، ان هو يطلع بيه لمستوى تاني كمان، يعني كنا هو كان يبقى بطل محلي وبعد كده يبقى بطل قاري وبعد كده يلعب في كاس العالم للانديه. طفره كبيره جدا. طبعا على المستوى الشخصي على فكره، رغم ان هو كان معروف عنه ان هو صارم مع اللعيبه، على المستوى الشخصي يا كريم انا قابلته مرتين، راجل لو كنتش لسه بقى ليه علاقه بالاهلي ولا باي حاجه، يعني ما كنتش بشتغل في قناه الاهلي، بس رحت اتصورت معاه، راجل لطيف جدا، اتكلم بمنتهى الادب، لذيذ جدا يعني. لا انا من الشخصيات اللي بحبها جدا من مانويل جوزيه صراحه، محبه عاليه جدا بين المصريين كمان. يعني هو مانويل جوزيه يعني مدرب وطبيب نفسي في نفس الوقت. يعني هي الفكره ان هو انت ممكن تبقى مدرب ناجح او يعني مدرب كوتش مميز عندك قدرات تدريبيه عاليه، لكن الفكره في الاساس ان انت ازاي تقدر تتعامل مع اللعيبه. طبعا
كل لاعب ليه شخصيه مختلفه. اللاعب مثلا اللي محتاج يعني محتاج تحفيز طبعا كل واحد تعرف تتعامل معاه كل بالظبط كل واحد ليه مفاتيحه. اللاعب اللي محتاج تحفيز، اللاعب اللي محتاج يتم التعامل معاه بهدوء عشان تطلع معاه احسن ما عنده. يعني الصرامه زي ما استاذه نهاوند قالت، الصرامه وقوه الشخصيه اللي خليك تسيطر على مجموعه كبيره جدا من النجوم وقتها وتخليهم كلهم يعني تخلي رجليهم كلهم على الارض، ما حدش فيهم يعني يخرج بره تركيزه. تعرفين اكبر من كده كمان اللي حققه ازاي قدر ان هو يستوعب الجماهير الاهلاويه، ودي نقطه مهمه جدا. كان كل الاهلاويه تقريبا بنسبه هنقول 95% بيحبوه فعلا. صحيح. فهو قدر يكسب المصريين يعني هقول الاهلاويه يعني بالظبط الاهلاويه والمصريين والله في كتير بيحبوه حتى يعني مش اهلاويه دي حقيقه. في شويه من الخصائص اللي موجوده فيه ناس شافت انها موجوده في موسيماني الفتره اللي كان موجود فيها اول ما جه بالظبط. اللي هو يعني هو الفكره اللي هي استاذه نهاوند قالتها، فكره ان هو يعني عارف حجم جمهور النادي الاهلي وعارف حجم المكان اللي هو موجود فيه، ودي يعني تعتبر يعني عامل مهم جدا من عامل نجاح اي مدير فني. انت ممكن انت تكون مدير فني، وده يعني شفناه كتير هنا في مصر يعني او مع النادي الاهلي عموما، مدير فني يعني كبير وعندك يعني قدرات تدريبيه عاليه ودربت في اعلى المستويات. صحيح. لكن انت يعني يعني عايز اضرب مثل يعني بمارتن يول مثلا لو تولى تدريب الاهلي في 2016، مدرب كبير جدا يعني ليه انجازات يعني وكان لاعب سابق كبير وانجازات في الدوري الهولندي ومسك نادي توتنهام ولعب فيه مع نادي توتنهام في بطولات اوروبا سي في محترم وكبير جدا طبعا. والنادي اياكس ويعني انديه كبيره طبعا. لكن الفكره ان هو يعني كل هو عايز ينجح طبعا، واي مدرب في الدنيا بيبقى عايز ينجح. أكيد. لكن الفكره ان هو يعني ما كانش مستني يعني ما كانش مستني تقييم او ما كانش مستني يعني يعني النجاح ده او عائد النجاح بتاعه، ما كانش مستني تقييم هو الراجل يعني عمل اسمه عمل اسم كبير وبقى معروف في كل اوروبا خلاص، وكانت مسيرته التدريبيه كانت توقفت لغايه 2013. عمل باستخفاف، انا مش عايز اسميها استخفاف بس الفكره زي ما قلت لك هو عايز ينجح اكيد، لكن يعني انا والله يعني نجح اشتغل بالفول باور بتاعه بالظبط نجحت يعني حاجه تضاف للسي في بتاعي، ما نجحتش يعني ما مش هتاثر عليا. هو ده اللي انت كاتبه يا احمد، يعني انت تحليلك لكل مدير فني خواجه ده بيكون بيزد على ما قيل عنه من الصحافه وقتها ولا وجهه نظرك ولا وجهه نظر تحليليه اخرى؟ يعني انت كاتب عنهم باي شكل؟ في مدربين يعني في مدربين في الستينات وفي السبعينات انا مثلا ما عاصرتهمش، فانا كونت رايي عنهم يعني بناء على الصحف على الصحف كتبته عن النتائج وعلى الصحف. في مدربين اللي عاصرناهم يعني بدايه انا بدايتي مثلا يعني ابتديت أو على مايكل إيفرت اللي كان سنه واحد اللي تولى التدريب سنه 91 ده بعد الكارثه بتاعه الثمانينات بقى لما جه عمل طفره صح كده. إيفرت لا إيفرت يعني كان جاي بعد جيل كبير جدا اللي هو جيل الثمانينات بعد ما اعتزل، ده اللي وده اللي كان بيحصل في بدايه يعني في نهايه كل جيل بتحصل فتره يعني عدم توازن كده بعد اعتزال الجيل بتاع الخطيب ومصطفى عبده والاسماء دي كلها كان لازم يحصل فتره ركود الاسماء الكبيره دي والاسماء الجديده اللي صاعده لسه يعني ما عندهاش الخبره او المستوى العالي اللي هو يعوض الاسماء الكبيره دي. فدي كانت بدا يعني ده اول مدرب عاصرته. بعد كده كان في ألان هاريس، هولمان، سوبل، هانز ديكسي، بعد كده مانويل جوزيه. ف يعني ده بالترتيب كده يعني بالزمني. بالترتيب. لكن انا كنت عايز يعني عايز ارجع تاني يعني 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 مع الكلام ده عايز ارجع تاني للفتره اللي هي بتاعت الستينات. لا ازاي يعني عايز كنت عايز اكمل النقطه دي اللي زي بتاعت النقطه بتاعت الستينات اللي هو بعد ما المدربين دول وصلوا هنا في مصر وابتدوا يتم المفروض هو يتم توزيعهم على الانديه، كانت يعني الامور يعني وقتها كانت بتدار يعني بشيء من العشوائيه او بالتخبط شويه. يعني في انديه رفضت فكره المدرب الاجنبي لان هم شايفين ان المدرب الاجنبي يعني ماديا مش ما يقدروش يتحملوا تكلفه مدرب اجنبي ماديا. فاتحاد الكوره يعني قرر ان هو يتحمل رواتب المدربين الاجانب لبعض الانديه اللي ما اللي هي مش قادره تتحمل الراتب بتاعهم. الانديه دي كل مدرب مثلا كان نادي مثلا بيطلب مدرب، المدرب يروح النادي طبعا فرق كبير طبعا يعني حتى هو حتى لو على مدربين مستواهم حتى اجانب مستواهم متوسط بس فرق كبير يعني عن مستوى الهواة اللي عندنا. بيصطدموا بالاداريين هنا في الانديه. الله من زمان كده بالزمان بتحصل مشاكل كتير جدا الروتين والبيروقراطيه بالظبط يعني كان في مش ممكن والله يعني مثلا على سبيل المثال مثلا كان في مدرب كان اسمه كوكيزا كان جه بيدرب هنا في احد الانديه في مصر حتى كوكيزا زعلناه بالظبط كان بيدرب نادي وهو مدرب هو مجري كان بيدرب نادي هنا في مصر
مش هو الراجل مش لاقي ما مش لاقي مبنى اجتماعي للنادي عشان يجتمع مع لعيبته، وراح اشتكى للاداره ان اللعيبه متقسمه، يعني منقسم الفريق بتاعه منقسم لفريقين، كل فريق متخذ مقهى في المدينه بيجتمعوا فيه دون اعتبار لوجود مدرب او مجلس اداره. ده فين؟ ده عندنا ده هنا في مصر. كان في نادي المصري. أوكي. تحديدا يعني كان في نادي المصري. مثلا منتخب مصر في اولمبياد 64 يعني عهدوا المدرب اسمه تاديتش يتولى تدريب المنتخب، اعداد المنتخب للبطوله، وقبل البطوله ما تبدا تولى تدريبه مدرب تاني كان اسمه فاندلر. سافر فاندلر حقق مركز الرابع، وده كان مركز كويس جدا وقتها. بعد ما رجع شالوا فاندلر وحطوا مدرب تاني اسمه هورفاتيتش. يعني ده واضح ان كل ده فتره بسيطه. المرحله الزمنيه دي كمان واضح ان كان فيها احداث كتير تستحق ان احنا نتشرف بقعدتك قعدتنا معاك مره تانية نكمل فيها الكلام، لان للاسف الوقت المتاح لينا في الفقره دي يعني تمام ان شاء الله. يا دوب نلحق نشكرك شكر جزيل على وجودك معانا. انا متشكر جدا يا استاذ كريم، متشكر جدا يا استاذه نهاوند، واتشرفت بوجودي مع حضرتك. لا انت نورتنا حقيقي وبجد والله. وتاني هرجع اقول لك فكره حلوه جدا، لان انا ما شفتش حد عملها قبل كده. دايما الناس بتكتب عن تاريخ النادي الاهلي والنوستالجيا في العموم، لكنك تتكلم تحديدا عن المدربين الاجانب انا اعتقد فكره حلوه. بالتوفيق ليك ان شاء الله يا احمد. متشكر جدا اللي نورتنا حقيقي. ربنا يخليك. متشكر جدا لحضرتك. وعجبني جدا روح النادي الاهلي اللي انت موصلها لنا، حبك ليه زي ما انا قلت لحضراتكم. انا بادئ يعني فكره الكتاب اساسا من كوني مشجع للنادي الاهلي في الاساس، وترجم في عمل. لا يعني بجد نورتنا وان شاء الله للحديث بخير. شكرا يا استاذ كريم. شكرا يا استاذ نهاوند. متشكر جدا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات، ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.